المشرفة المصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص والمطرز بالذهب الذي كتبت به الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى في وسط الثوب وسترة باب البيت العتيق. ثوب الكعبة في تجهيزه يتم فيه نسج وخياطة وحياكة وتذهيب اللي هو القصب. فهناك الثوب القماش المنسوج اللي هو القماش الأسود المنسوج، ومنسوج فيه آيات قرآنية ولفظ الجلالة، وهناك المقصبات التي تعلو الثوب المقصب تسمى قطع، وهناك القناديل وعددها 12، وهناك الصمديات وعددها 4، ثم يعلو الحجر الأسود 3 قناديل للاستدلال على مكان الحجر للطائفين. وتمر عملية استبدال الثوب بمراحل عدة، تبدأ بتهيئة الثوب القديم للإنزال يوم 8 من ذي الحجة، يعقبها نقل الثوب الجديد فجر يوم 9 بآليات خاصة من مصنع الكسوة إلى الحرم الشريف، ليباشر 50 مختصا عملية استبدال الثوب برفع الثوب الجديد إلى السطح وإستاله على جدران الكعبة الشريفة وإنزال القديم، ومن ثم تثبيت بقية القطع. عملية تبدأ من اليوم 8 من شهر ذي الحجة، حيث يبدأ الأشخاص المتخصصين في تهيئة الثوب القديم للإنزال، وفي منتصف الليل ليل 9 من شهر ذي الحجة تبدأ الترتيبات وتجهيز وسائل النقل لنقل الثوب الجديد إلى المسجد الحرام. فبعد صلاة الفجر مباشرة يتم نقل الثوب الجديد إلى المسجد الحرام وتبدأ عملية الاستبدال. عملية الاستبدال تبدأ برفع الثوب الجديد إلى أعلى الكعبة المشرفة، ثم بعد ذلك يتم إسدال الثوب الجديد وإنزال الثوب القديم من خلف الثوب الجديد. آليات خاصة لنقل ثوب الكعبة المشرفة من مصنع الكسوة إلى المسجد الحرام، وفريق من المختصين يباشرون استبدال الثوب القديم بالثوب الجديد في عمل يستغرق يوما كاملا. للأخبار، عبد الله العمري من صحن المطاب بالمسجد الحرام. On Sunday, the 9th of Dhul Hijjah, the kiswa, the black and gold dress of the Holy Kaaba, was replaced by new one as a customarily. The senior officials of the General Presidency of the Two Holy Mosque Affairs have removed the old kiswa, replacing it with a new. This was done in presence of senior officials and personnel in charge of the factory that manufactured the kiswa. The kiswa is made of pure silk and gold. It is prepared at the factory of kiswa in Mecca al-Mukarramah. The total cost of the kiswa is mounted to 20 million Saudi riyals. It has a height of 14 meters and a length of 47 meters. It consists of 5 pieces decorated with verses of the Holy Quran. Each piece covers a face of the Kaaba. The 5th piece is this curtain, which is put on the gate of the Kaaba. It is noteworthy that the manufacture of the kiswa passes through several phases. All of them are done in the various sections of the factory.